هلا يا جماعة، كيفكم؟ مقطع اليوم على لعبة بيكا اكس دي. اليوم يا جماعة نزل حيوان جديد وكمان رجعوا الباقات القديمة. سو يا جماعة خليني اوريكم الحيوان الجديد. يا جماعة سعره 60 مجوهرة، سو راح اشتري الصراحة، كثير حماس اشوف ميزته. كمان في الباقات الجديدة كمان يا جماعة شوفوا هدول بيعطوكم باقة، تمام؟ يعني خمس بيضات 180 مجوهرة، تمام؟ بس انتو حظكم، يعني بيطلعكم اربع حيوانات نادرة من اصل ثلاثة، سو يعني ممكن ما يطلعكم كمان، فان شاء الله يعني نشتري يطلعي الصراحة. هلأ عندكم يا جماعة هي الباقة، كمان باقة القرش هي كثير زمان، كثير اتذكر من زمان يعني نزلوها. عندكم باقة الاول سبرايز يا جماعة، كمان رجعت هاي. كمان خليني اوريكم عندكم باقة تبع روبن هود كمان يا جماعة. عندكم الحيوان هاد، هذا الحيوان سعره 150 مجوهرة، كمان فيكم تشتروه. باقة البطة يا جماعة كمان رجعت، هاي البدلة 220، والبطة هاي كمان، هاي البطة يا جماعة ميزتها انه بتركب، يعني سعرها 120 كوينز، عفوا 120 مجوهرة يا جماعة. سو البدلة زي ما كنتم شايفين 220 مجوهرة، والبطة 120. سو بدي اشتري البدلة، بدي اشوف ميزتها، بس يعني بيحكوا انه لها ميزة حلوة صراحة. التحديث الماضي ما قدرت اشتريها، سو نشتريها يلا. كمان بدي اروح اشوف الحيوانات الباقية اللي نزلت. سو يا جماعة كمان حاليا عندكم باقة زي ما ورجيتكم، فبدي اروح كمان اشتري الملابس هذول 120، ما ادري تنصحوني اشتريها. هي يا جماعة خليها بعدين، لازمني افكر لانه الصراحة السعر كثير غالي عليها، يعني احس انه يعني مو لهالدرجة. يعني لو كان لها مثلا ميزة الباقة راح احكيها مثلا، بس كثير شكلها حلو، خصوصا هي الشنطة اللي على ظهرها كثير شكلها حلو. سو هذا القرش كمان راح اشتريه، ما عندي منه. سو شوفي كمان اشياء جديدة نشتريها. في البطة هي جماعة سعرها 120، كمان راح اشتريها، صراحة شكلها كثير حلو. بس الصراحة بيكي اكس دي يعني ما احس مسوي كثير تخفيضات زيادة يعني. سو يا جماعة زي ما كنتم شايفين هدول هم الباقات اللي نزلت. فهلا بدي اروح اشوف الحيوان، خلينا نروح نشوفه وين. ثواني، هذا هو يا جماعة، شوف شكله، ورجيني. اوه اتوقع يمكن اكيد بس يكبر يا جماعة راح يصير يركب، لانه اغلبية الحيوانات اللي بتجي زي هيك بتكون تركب. بس كأنه ما له اسم، كمان شوي لا فكرت ما له لسه. سو يا جماعة هلا كمان بدي اروح اشوف الحيوان تبعي، بدي اشوف البدلة اللي اشتريتها. ان شاء الله ما اكون شريتها على الفاضي، بس اتمنى انه ما اكون شريتها على الفاضي. ورجيني، بتحولكم لبطة؟ دفعت 200 وما بعرف كم مجوهرة بس عشان تحول لبطة؟ بس شوفوا يعني هلا الميزة ما بعرف، ميزة والله غريبة، ميزة غريبة يعني بتخليكم بس تحولوا لحيوان وبعدين تطيروا عالي. سو شوفي كمان، اتوقع باقة الرم شو اسمه، هاي رجعت، كان بدي تبع شو اسمه هاد روبن هود، بس للأسف ما طلعت، طلعت الثانية تبع ايش هاد اسمه الحيوان الغريب هيك، يمكن السحلية اسمها، اتوقع يمكن هيك. سو يا جماعة زي ما كنتم شايفين التحديث هاد. طب كمان باقات ال او ال عندكم اياها رجعت. سو باقات ال او ال 7 ايام، هي كمان كلهم تقريبا 7 ايام. يب هذا الباقة هي يا جماعة ب3 ايام راح تخلص، هدو هي وهذا مسوين عليها تخفيض هاي الباقة، وهي 7 ايام وهي 7 ايام. سو بس يا جماعة هذا كان مقطع اليوم، اتمنى عجبكم، وبس اشوفكم مقطع جديد. سلام.